مشاهدين الشقيقه نشوفوا فيما قبل هذا المباشر من قلب مدينه الدار البيضاء امام محلات بيع المأكولات الجاهزه في مدينه الدار البيضاء. واحد الشابه دخلت لي زعما شابه اخرى هنا في هذه الساعه واعتادت عليها على مستوى الوجه ديالها ضرباتها واش بشفره واش بسلاح ابيض الله اعلم، انما شابه تعرضت لاعتداء خطير على مستوى الوجه ديالها اللي كان كينزف بالدماء، وعلى الفور تدخل ديال رجال الوقايه المدنيه اللي قاموا بالنقل ديالها الى مستشفى محمد الخامس لمنطقه الحي المحمد. النزاع وقع هنا داخل او بالقرب من احد المحلات، على الفور دخلوا رجال الوقايه المدنيه، تم نقل ديال الضحيه على متن سير اسعاف تابعه لجهاز الوقايه المدنيه الى المستشفى محمد الخامس بمدينه الدار البيضاء. هذا المكان اللي معروف بانه في الاثناء في الوقت كيكون دائما مسرح للجريمه ومسرح للاعتداءات. كانت المصالح الامنيه بمنطقه عين سلاح المادي خصات دويات ديال الامن انها توقف هنا، ولكن مؤخرا هاد الدويات ما بقاتش كتوقف هنا، تمنوا بانها ترجع، لان دائم ودائما ودائما ويوميا يوقع مشاكل هنا امام هاد المحلات الخاصة ببيع المأكولات الجاهزة هنا بالمجازر القديمة المعروفة بالبطوار. بوليس كيخدم كيدير اللي في جهده، ولكن باش نكونوا واضحين حنا المغاربة كيف ما كنقولوا خاصنا نشوفوا البوليس، خاصنا داك التواجد الأمني خاصو يكون هنا حاضر باش ما يوقعش مثل هذه المشاكل. هادو جوج ديال البنات دخلوا في نزاع ربما على زبون على كليان كيف كنقولوا بالدارجه، شكون عين يمشي معاه انا ولا انت، وضربوا وحده فيهم اصيبت اصابه خطيره على مستوى الوجه، يعني تخسرت من وجهها. الوقايه المدنيه دخلت على عجل، واكيد المصالح الامنيه غادي تدخل على الخط. نتمنوا بان مثل هاد الأشياء ما تعاودش في هذا المكان اللي هو أصلا مكان ديال بيع المأكولات الجاهزة، يعني يقدروا يجيولو العائلات، يقدروا يجيولو الوالدين، يقدروا يجيولو الناس المحترمين، ما يقعوش فيه مثل هاد الأشياء. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.